جمال سلامي، مرحبا بك على موقع البوتراكوم. كيف ترى مباراة المغرب الفاسي؟ غير المدرب وانتصر خارج الملعب ديالو. نظن بان 3 نقاط بالنسبه لي كانت مهمه، استرجع مجموعه ديال اللاعبين. بالنسبه لنا المباراه الاخيره اللي جريناها ضد فريق اولمبيك خريبكا كانت مباراه ممتازه، ولكن ما سجلناش فيها. الفريق بدا ياخذ الايقاع ديالو رغم الغياب ديال اندري نظامي اللي باقي ما استرجعناهش 100%. تنظن بان اللاعبين في المستوى الحمد لله وصلوا لواحد النسبه كبيره من التجانس ومن اللياقه البدنيه ديالهم. تنتمنى ان هذه المباراه تكون في صالح ديالنا، لان من بعد منا كاينه مباراه ديال الوداد، وباش ناخذوا واحد الارتياح وناخذوا الايقاع ديالنا في التهديف ونوجدوا المباراه المقبله ان شاء الله في احسن الظروف. وتنتمنى اننا نسترجعوا اللاعبين المهمين اللي تصابوا لنا في هذه المباراه الاخيره باش يكونوا حاضرين في فاس، لان المركب ديال فاس تقريبا من احسن الملاعب ديال البطوله الاحترافيه. ونتمنى ان الفريق ديالنا ان شاء الله يكون في مستوى وتكون مباراه جيده وتمتع المتتبعين بها ان شاء الله. ابرز ملاحظه في تصريحك الاخير من مر مباراه ديال اولمبيك خريبكا، قلتي انه ما عندكش المهاجم اللي كيقتل الفرصه الاخيره، يمكن لك تفسر لنا غياب الفعاليه الهجوميه عند فريق الفتح الرباط؟ بالنسبه للمباراه الاخيره تنظن بان مجموعه ديال اللاعبين تحت مجموعه ديال الفرص ما سجلوهاش، وطبيعي من تجيكم مجموعه ديال الفرص بحال هذه ما تسجلش، فتبقى تساؤل حول النجاح الهجوميه. مثلا اخذوش اللاعبين بشكل شخصي على عدم النجاح ديالهم، لانهم لاعبين مميزين. تنظن بان البحري الى ضيع المباراه فهو ضد الجيش، سجلنا هدف اخر انفاس المباراه. بن جلون كذلك سجلنا ضد اولمبيك اسفي في اخر انفاس المباراه، ولكن تنظن بان هاد اللاعبين مازال ممكن يعطيو اكثر، وهذا الاسبوع اشتغلوا بشكل جيد، وتنظن بان تحدوهم واحد حماس كبير باش انهم يسجلوا، لانهم مهاجمين، المهاجم تيبغي يسجل. بطبيعه الحال المباراه الاخيره كانت من نوع خاص، لان حتى الكره اللي كانت داخله فخرجها اللاعب امزي البيدو، ومن بعد حتى هي ما تسجلاتش. تنتمنى ان هذا النحس اللي كان في هذه المباراه، الى كان عندنا السنة يكون سهلة في المباراة إن شاء الله. تنتمنى اللاعبين أنهم يسجلوا أهداف، لأن المدافعين كما المدافعين ولا حارس المرمى من ما تيتسجلش عليه هدف فهو تيخرج ناشط، فالمهاجم من يتضيع فرص فهو تيخرج محبط، وبالتالي المهاجم تيبغي يسجل. هذا الأسبوع فهم سجلوا في التدريب.